السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد محاضرة اللي هي الأخيرة في الساركوماستوجوفرا. يعني هتبقى المعظم فيها اللي هو ترايكومونس والجيارديا والإنتاميبا، وهي نفس الأشياء اللي احنا خدناها في العمل وخلصناها. هناخد فاميلي ترايكومونيديدي. الفاميلي ترايكومونيديدي ديت لها مورفولوجي خاص بيها، ان بيكون شكلها بايروفورم ان شيب، كومتريت الشكل تمام، وعندها من 3 لـ 5 انتيرور فلاجيلا زي ما هنشوف دلوقتي. لو لقينا 3 انتيرور فلاجيلا فبنسميها ترايكومونس، لو لقينا 4 بنسميها تترا ترايكومونس، لو لقينا 5 بنسميها بنتا ترايكومونس سبيشيز تمام. وبيبقى عندها 1 بوستيرور فلاجيلا، يبقى الانتيرور فلاجيلا من 3 لـ 5 والبوستيرور بيكون 1، واندوليتنج ميمبرين بيكون موجود، يعني واحد من الفلاجيلا بيعمل اتاتشمنت لجزء من البودي ويعمل تاني ري اتاتشمنت فيعمل لنا اندوليتنج ميمبرين غشاء متموج بيساعدها على السباحة داخل الفلويد او الحركة داخل الفلويد اللي هي موجودة فيه. المجموعة ديت ما بتعملش سيست، يبقى cysts are not formed within this group. one nucleus one exostyle تمام، اللي هي مين؟ الترايكو موناديدي. الجينرا بتاعتها زي ما احنا كاتبين، في عندنا اللي هي التراي ترايكومونس، دومت عندها 3 anterior flagella، او تترا ترايكومونس ديت عندها 4 anterior flagella، او بنتا تراي كومونس عندها 5 flagella. الجينس تراي ترايكومونس، الحاجات المهمة اللي فيه عندنا تراي ترايكومونس سيوس دي gastrointestinal tract and nasal passages of pigs، و تراي ترايكومونس اكواي بتبقى موجودة في السيكم والكولوم بتاع الاكواين تمام. وعندنا التراي ترايكومونس فيتس، ودي الاخطر عشان كده احنا مظللين. فالتراي ترايكومونس فيتس ديت بتاثر على الجينيتال تراكت اوف كاوز اند ان ذا بريبيوتال كافيتي اوف بولز، يعني بتكون موجوده في الجينيتال تراكت بتاع الكاو والبريبيوتال شيس او كافيتي بتاع البولز. طيب ايه المشكله اللي تعملها؟ it causes a venereal disease، مرض يعني تناسلي known as bovine trichomoniasis which is characterized by infertility، عقم او صعوبه في ان يحصل فيه conception rate، يعني يحصل فيه حمل، وبيومترا، يعني البيومترا دي معناها صديد في الرحم تمام، وابورشن. طبعا الصديد في الرحم ده هيمنع وجود الحمل، والابورشن هيقلل انتاج العجول في المزرعة. طيب المورفولوجي بتاعتها بيكون ايه؟ طبعا من الاسم بتاعها قلنا تراي ترايكومونس فيتس، ويعني عندها 3 anterior فري فلاجيلا تمام. عند حجمها بيكون من 15 لـ 25 مايكرومتر ان سايز، وعندها 3 انتيريور فلاجيلا 1 بوستيريور فلاجيلا، وهيكون عندها اندوليتنج ميمبرين اكيد زي صفات المجموعه اللي احنا اتكلمناها. اندوليتنج ميمبرين رانز ذا هول لينث اوف ذا بودي تمام، وهذا الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. عندها 3 انتيريور فلاجيلا تمام، وعندها واحد اكزوستايل اهو، ده الاكزوستايل تمام، و 1 نيوكليوس، دي كلها ديت ال 1 نيوكليوس تمام، وبعدين واحد انديوليتنج ممبرين، وبعدين 1 فري 1 بوستير فري فلاجيلا. فديت الايه؟ التراي ترايكومونس فيتس. الترانسميشن بتاعتها بتنتقل بين الحيوانات ازاي؟ عن طريق الكويتس اثناء الكوبوليشن او الميتنج بين الميل والفيميل الكاو،
والبولز، وعن طريق الارتفيشال انسيمينيشن اللي ما بنبقاش عاملين له كنترول، مش عارفين ان كان البول عنده ولا لا، تمام. وانسترومنتس الادوات اللي بنستخدمها في هاندلنج بتاع الجينيتال سيستم في الفيميل، والجلافز ديورنج فيترينري اكزامينيشن. طيب الابديميولوجي، الابديميولوجي بتاعها once the bull is infected it should be regarded as permanent source of infection او carrier، لان البول هنا المزرعه بيكون فيها في الغالب واحد او اتنين بول، فلو واحد طور مصاب او بيسموه طلوقه، الطلوقه المصاب ده يعني معناها هيبقى كارير، ويعني بيعاني من مشاكل بسيطه خالص لدرجه ان لا تلاحظ، وبالتالي هيعدي كل الفيميلز اللي موجوده في المزرعه، وبالتالي هتبقى في مشكله كبيره. In the cows however على الرغم من ذلك، او the disease is self limiting or self cure، يعني ال parasite may disappear completely and may conceive without fear of abortion later. يعني ايه الجملة ديت؟ يعني معناها المرض ده لما نقول self limiting disease يعني المناعة والجسم يقدر يتغلب عليه، بس طبعا بنحتاج من حوالي من شهرين لثلاث شهور، يعني معناها ثلاث مرات يحصل استرس للفيميل ونسيبها ما نعملش عليها سيرفينج او ميتنج مع الميل لحد ما هي تتخلص، الجسم يتخلص من الانفكشن بتاع الترايكومونس فيتس. طيب الكلينيكال ساينس اللي بتبان في الكاوز، في الايرلي ساينس بتبقى ميلي فاجينايتس، التهابات في الجزء اللي هو الفاجينا او الفاجينال فيستيبيولز، فبنشوف ميوكو بيورلاند فاجينال ديستشارج، فبلاقي فيه صديد نازل من الفاجينا، وليتر بيحصل بيبدأ يروح ناحية المنطقة الأمامية، فهيروح عند الاندوميتريا اللي هي جوه داخل اليوترس، فيعمل لنا بيورلاند اندومترايتس، there may be prolonged anistras with biometra. انسترس يعني ما فيش في هيبقى في غياب للاعراض بتاع الاسترس، الحيوان without استرس يعني فصاحب الحاله بيسمي يقول لك ايه، حيوان ما عادش بيشيع او ما عادش بيطلب. with biometra طبعا لما هنكشف بالريكتال اكزامينيشن او بالالتراسونوجرافي هنلاقي اليوترس filled with pus، وبتبقى التاتش بتاعها زي ان يكون تحت ايدك وانت بتعمل ريكتال اكزامينيشن، بيكون زي في عجين تحتك، ومع الضغط بينزل البص من الفاجينا، قلنا ايه بيبقى في بيورلنت اندومتريتس يعني ممكن في بص اشوف. وطبعا البايومترا بتكون ميلي due to early death of fetus، بعد ما بيحصل الميتنج الفيتس هيتكون شهرين او 45 يوم او 3 شهور ويحصل له ديس، فهيتحلل ويدينا البايومتر اللي هو صديد في الرحم. طيب طب واذا حصل الحمل بيحصل فيه بلاسنتايتس، بلاسنتايتس التهاب في البلاسنتا، فبالتالي هيحصل ايه بعد البلاسنتايتس؟ ديتاتشمنت اوف بلاسنتال ميمبرين اللي هيؤدي لايه؟ ديث اوف فيتس ليدنج تو ايرلي ابورشن من 3 ل 4 وانس، اللي هو بعد كده هيعمل لنا ايه؟ انسترس ويز بايومترا وبيورلنت اندومترايتس، وهنشوف بس ديستشارج خارج من الفاجينا بتاعت الفيميل. طب في الميل، في الميل المشكله بتكون عباره عن سلايت سويلنج اوف ذا بريبيوس، بين ديورنج يورينيشن اور كويتس، وريفيوز تو ماونت ذا كاوز عشان في التهابات في البروبيتال شيس او في البريبيوس. As the condition becomes chronic, pain and swelling disappear. خلاص لما الموضوع بيبقى قديم ومزمن فبيبقاش باين على الأعراض، فبالتالي دي الخطورة إنه هيبقى كارير بدون أعراض، فبالتالي ممكن يعمل mounting لكل الفيميلز اللي موجودة في المزرعة وينقلها العدوى، وبالتالي هتبقى مشكلة كبيرة عندنا في المزرعة. الدياجنوز ازاي اشخصها؟
الهيرد هيستوري طبعا لازم اشوف اللي حصل في المزرعه، بلاقي في الترايكومونياسيس should be suspected when، امتى اشك ان في ترايكومونياسيس موجوده في المزرعه؟ لو الكاوز او الكاو require several surfaces، يعني البقر عندنا بنحتاج ان احنا ننطط عليه اكتر من مره. طيب دي اول مشكله. تاني مشكله failure to conceive، ما بتمسكش، ما بيحصلش حمل. ديت دايما لا اسمعها من الراجل يقول لي ايه، البقرة عندي ما بتمسكش، البقرة بضطر انطط عليها 5 6 مرات، البقرة ما بتمسكش. طيب لو البقرة مسكت الجنين يموت بعد 2 شهر او بعد 4 شهور، فبيحصل لنا ابورشن ويز بايوميترا، يعني بيبقى في صديد في الرحم، او الراجل يقول لك بتنزل صديد من الرحم. طيب الخطوة اللي بعد كده اعمل ايه؟ اخد مسحة فاجينال سواب، او اخد مسحة من الديستشارج اللي نازلة واشوف فيها ايه، اعمل دومينستريشن اوف اورجانيزمز فروم ذا فولونج. اول حاجة لو انا عندي ابورتد فيتاي ابورتد فيتاس، هاخد من الاستومك بتاعه والامنيوتك فلويد. لو عندي ديستشارج فولونج ابورشن هاخد منها. لو عندي في فاجينايتس بس وبيورلاند ديستشارج، هاخد فاجينال ووش او ووشنجز فروم فاجينا، او اخد فاجينال ميوكس ديستشارج 14 ل 18 دي افتر سيرفيس، يعني استنى حوالي اسبوعين بعد بعد التنطيط واشوف اخد عينه من الفاجينال ميوكس ديستشارج. اخد من الميل البروبيوتيال ووشنجز فروم بول، تمام. الحاجات ديت ايه هعملها؟ واعمل ستين بالجيمس ستين واشوفها تحت الميكروسكوب. طيب لو في اختبارات سيرولوجيكال مناعية عشان اشوف الانتيجين، في بلاد اند ميوكس اجلوتينيشن تيست، والكالشر الكالشر ان بيف اكستراكت جلوكوز ببتون سيرم، ديت نوع من انواع الكالشر اللي بتطلع عليها الترايتراكومناس فيتوس. طيب التريتمنت، التريتمنت بنعمل ووشنج ب4 ل5 صوديوم بيربوريت او 1 3، والاشهر طبعا الاشهر هو اللوجلز. اللوجلز ده محلول الايودين مخفف 1 ل3% لوجلز، بغسل بيه وبغسل من 3 ل4 مرات والامور بتحسن ان شاء الله. بعمل ابلكيشن اوف 1% اكريفلافين سوليوشن اور اوينتمنت in the pubital sheath of penis في حالة الميل، تمام. الأكري فلافين بستخدم، ممكن استخدم الصوديوم أيودايد 5 جرام لكل 100 رطل من الجسم، يعني كل حوالي 40 كيلو أو 50 كيلو من الجسم استخدم 5 جرام من الصوديوم أيودايد انترافينوس، و 5 doses at 48 hours intervals given with local treatment. وإن كان الصوديوم أيودايد شوية بيحتاج تركيز في الشغل بتاعه، بيحتاج كير جامد في استخدامه. البريفنشن طبعا ان انا اعمل سلوتر اوف انفكتد بولز اند كاوز اللي هي الكارير، تمام، او اسيب الكاوز فترة 3 شهور ما نطرش عليها واغير الذكر. يوز اوف كلين بولز فور، طبعا البولز هنا لازم نعملها ريجولار اكزامينيشن اللي بستخدمها في الارتفيشال انسيمينيشن عشان الترايتراكومونس فيتاس مي سيرفايف ان فروزن سيمن. بعد كده هناخد برضو تبع الترايكومونس، عندنا هناخد سبيشيز اسمها ترايكومونس جليني، والترايكومونس جليني ديت مهمة بتعمل مشاكل عندنا في الحمام بالذات. ايه اللي هنشوفه؟ بلاقي في بتعمل حاجه اسمها الافيان ترايكومونياسيس اور كانكر اوف ابر انتستين اوف بيجون ان بارتيكولر، يعني تحديدا في الابر انتستين اوف بيجون بتسبب لنا حاجه بنسميها الكانكر او الافيان ترايكومونياسيس، وفي التشيكن والتركز اند اذر بيردز مي بي affected. ولكن المهم عندي او الصعب عندي بيكون موضوع الكانكر
ان انا لو عندي زغاليل صغيرة او حمام، الست لما تفتح لك بق الحمامة بتلاقي فيها حبوب بيضة، وهنشوف دلوقتي شكلها تحت في التشريح. المورفولوجي بيكون بايروفورم من 5 × 10 مايكرو متر ان سايز، بيكون عنده 4 anterior flagella، تمام. فده السبيش زي ممكن نسميه تترا ترايكومنس كليني، واندوريتك ممبرين اكستندز 2 لـ3 تايمز اوف ذا لينس اوف ذا بادي. و طب الاعراض، الاعراض اللي بتبان عليه ايه؟ ماجوريتي اوف بيجنز او جريت ماجوريتي اوف بيجنز من 80 لـ 90% ممكن تصاب. مي كاري ترايكومنس جليني وزاوت شونج ساينس، يعني معظم الحمام من 80 لـ 90 بيكون عندهم التراي ترايكومنس او التترا ترايكومنس جليني وزاوت شونج ساينس. الاكيوت اوت بريكس افكت سكوابس اللي هو مين؟ الزغاليل الصغيره، كاركترايزد باي ويكنس اند ديس، او ده اللي احنا بنشوفه لما بنفتح الجزء بتاع الاسوفاجس ده. زي ما احنا شايفين بنلاقي فيه كتل بيضه، اهي كتل بيضه موجوده في الاسوفاجس وفي الماوس بتاع السكواب الزغالي. طيب الباثوجينيسيس بتاعتها بتكون ايه؟ يلوش نوديولز which may block the mouth esophagus and trachea. Nodules are also found in the crop and proven ventriculus. Nodules contain caseous material. لما بنفتحها بلاقي فيها caseous material يلوش يلو buttons، مادة صفراء داخل الجبنة كده، زي مادة صفراء متجبنة. طبعا لما افحصها تحت الميكروسكوب هلاقيها فيلد ويز تترا تراكومنس جليني. البيجون بكم ماسيت ديو تو فيلير، ديو تو ايه؟ فيلير تو انجست، لان في النديوز دي هتقفل الاسوفاجس. ذا ماذر فيدز سكواب ويز بيجونز ميلك، تمام. فده عباره عن ايه؟ سورس اوف انفكشن. لو الماذر عندها انفكشن هتديله انفكشن. contaminated drinking water and feed، لان في مجموعة الكبار عندهم اصابة، فبالتالي contaminated drinking water and feed. الدياجنوزيس ان احنا بنعمل occurrence of the characteristic nodules in the mouth cavity، دي واحد، والاسوفاجس والكروب، دي بتدلنا على مرض الكانكر او الافيان ترايكومنياسيس. وبعمل demonstration of organism from mouse and crop contentious or caseous material. التريتمنت بعطي فيروزوليدون، فيروزوليدون ده اللي هو فيروزوليدون 25-30 ملغ بير داي فور 7 دايز. كارير ادلت شود بي تريتد، الكارير ادلت انا لازم افحص الادلت واشوف لو في كاريرز واعالجه. بعد كده عندنا التترا ترايكومنس جالينيرم، ده علشان نميزه عن اللي فات، فاللي فات ما حطيناهوش تترا فقلنا عليه ترايكومنس جليني، لكن ده تترا ترايكومنس جلنيرم. occurs in the lower intestine and liver of chicken، تمام. المورفولوجي بتاعه بير شيبد 6-8 مايكرومتر، 4 anterior flagella، عشان كده قلنا ايه؟ تترا ترايكومنس فيتس، تترا ترايكومنس جلنيرم، تمام. موجود في اللور intestine والليفر بتاع التشيكن بيرنشي. بيصير فلاجيلم اندس ات اباوت ذا سيم بوينت ات ذا تيب اوف ذا اكسوستايل، ناخد بالنا من الحته دي. البيستير فلاجيلم اللي هو الفري اندس ات اباوت ذا سيم بوينت اوف ذا تيب اوف ذا اكسوستايل، لكن التاني اللي هو بتاع التريكومنس جاليني كان لونجر than the ends of exostyle. طيب السيمتوم، السيمتوم it is not very pathogenic. liquid pale yellow diarrhea. ruffled feathers، يعني الطائر بيبقى كاشش وريشه، يقول لك ريشه ريش الريشه بتاعته واقفه او كاشه، بيبقى باين مديلك احساس الكاشش.
loss of weight, loss of appetite. وبعدين الباثوجينست بقى التترا تراكومنس جالنيرم بيديوس سيركولار نيكروتيك ليجنز ان ذا ليفر سيميلر تو هيستونياسيس. فانا الاقي دايما الليفر لو انا فتحت فراخ ولقيت الليفر بتاعها منقط نقط بيضة كتير فده ممكن يبقى تترا تراكومنس جالنيرم. ليه دي بقى ده يعمل لنا ايه؟ قلنا ممكن يعمل يوليداري يتشابه مع السلمونيلا اللي بقى لازم نعمل له differential diagnosis. الترانسميشن قلنا الانجيشن اوف contaminated فيد اند ووتر. التريتمنت بالفلورازيلدون 25 ل 30 مللي جرام لكل كيلو مع الاكل. تمام. other species of trichomonas يعني هنقولها اسماء بس. عندنا الترايكومنس انسيريس او الترايكومنس انسيري دي بتبقى موجودة من في السيكم بتاع الجيز. الترايكومنس اناتس دي في السيكا بتاع الدك. وترايكومنس اوفيس في السيكا بتاع الشيب. وترايكومنس في الاستومي في الماوس بتاع الكات. وترايكومنس كانس في الانتستين بتاع الدوج. جاست نيمز بس يعني مش بس تبقى عارفها يعني. الترايكومنس فاجيناليز هنا بقى دي مهمة في الفاجينا والبروستيت واليوريثرا اوف مان كوزس فاجيناليتس. دي بتبقى مهمة شوية لانها افكت الهيومن لكن الباقيين دول مجرد ذكر اسماء. يبقى التريكومنس فاجينالس كوز ايه موجوده في الفاجينا والبروستيت واليوريثرا اوف مان كوزس فاجينايتس. تمام. التريكومنس تيناكس تيناكس نفس الكلام في الهيومن. يبقى التريكومنس فاجينالس موجوده في الفاجينا والبروستيت واليسرى اوف هيومن كوز فاجينيتس. وتراكومنس تيناكس موجوده في في الماوس اوف هيومن والمانكيز بتوين جام اند تيس دي اسوشيتد ويز دنتال ديسوردر يعني تعمل كارز تتسوس واشياء من دي. عشان كده غسيل الاسنان ممكن يعالج الموضوع ده. طيب وفي عندنا بقى حاجه نقول عليها ايه البنتا ترايكومنس هومنس. البنت ترايكومنس هومنس ديات اللي هي ايه قلنا بنت يعني خمسة. فعندها 5 anterior flagella intestine of human monkeys gibbon and other animals. نجي بقى على حاجة مهمة شوية. family hexamatidae. family hexamatidae general characteristic بتاعتها اول حاجة عندها binucleated. اللي فاتت دي كانت 1 nucleus اللي هي trichomonas كانت 1 nucleus. هنا عندنا 2 nucleus binucleated without undulating membrane على عكس trichomonas. trichomonas كان عنده undulating membrane هنا without undulating membrane. عندها 8 flagella produce cysts يعني عندها cysts كمان وعندها 8 flagella. عندها 2 needle like axostyle. عندها 2 axostyle 1 2 2 axostyle needle like axostyle reproduce by binary vision. تمام اهو زي ما احنا شايفين ادي 1 2 3 1 2 3 ادي 6 وادي 2 هنا يبقوا 8 8 فلاجيلا وعندها وبتعمل سيست وما عندهاش اندوتين برين وعندها 2 نيوكلاس. كل ديت فروقات وعندها 2 axostyle. دي فروقات بينها وبين الايه اللي فاتت اللي هي كانت ترايكومنس. الهكساميتا اهمهم الهكساميتا ميليجريدس دي بتبقى موجوده في السمول انتستين اوف تركيز كوز ا كونديشن نون از هكساميتياسيس او كتارال انترايتس. فنلاقي في التركيز الصغير عنده اسهال ابيض على طول كتير. طيب المورفولوجي بتاعها بيكون بايريفورم بايرفورم كومتريه الشكل بايلترالي سيمتريكال يعني اللي اشوفه يمين يبقى موجود شمال. وعندها 2 نيوكلياي و 6 انتيرور فلاجيلا اهو 1 2 3 1 2 3 و 2 بوستيرور فلاجيلا و 2 اكزوستايل. مالتبلاي باي باينري فيجن موفز فيري رابيدلي سيست از فورمد ويز فايبرلز. تمام. بينما التراكومنس ما بتعملش سيست. تمام. طيب السيمتوم بتاعت الديزيز لو اللي هو الهكسيماتياسيس ده بيكون a disease particularly
of young turkeys. Mortality may reach 80%. Affected birds appear nervous, depressed, ruffled feathers, with foamy water, diarrhea, loss of condition, dehydration, and this. طيب يبقى الموضوع ده مهم، الهكساميتا ده اللي هو الكتره الانترايتس او الهيست او الهكساميتياسيس في اليانج بيردز هيبقى قاتل، واعراضه هتكون في ووتر دايريا ورافلد فيزرز. تمام. طيب وفي لوس اوف كونديشن وفي ديهيدريشن لحد الدس. طيب الباثولوجي بتاعتها بيبقى عباره عن ايه؟ كتر انترايتس، التهاب في الامعاء، inflammation of the intestine. Intestinal content are thin, watery and foamy. تمام. Diagnose demonstration of organisms in the freshly dead birds أو freshly killed birds. التريتمنت في روزاليدون اللي هو النفتين ده ده ما عادش موجود، بس موجود منه بعض الأصناف. الفيروزاليدون 50 مللي جرام لكل نص كيلو من الجسم. والأوكسيتراسايكلين بيعالج، جميل، وده موجود. والكلورتراسايكلين موجود. تمام. والبريفنشن بعمل ريز لليانج بوليتس away from adults، يعني اليانج بوليتس اللي هو التركي الصغير الرومي الصغير ببعده عن الادلت، لان الادلت بيبقى سيمتومليس ما عندوش اعراض. جنرال كلين لينس، نظافه بشكل عام. تريتمنت اوف كارير ادلت الهكساميتا كولومبي بتبدا دي افكت مين على البيجن، يبقى الهكساميتا ميليجريدس بتاعت التركي والهكساميتا كولومبي على البيجن. طيب اخر حاجه بقى في المجموعه ديت هناخد ايه؟ اللي هو الجياردي. الجياردي لامباليا او جياردي انتستيناليز occurs in the small intestine of pigs, monkey, human, causing a condition known as giardiosis, common in Philippine island مثلا، وموجود بشكل عام في الدنيا كلها. احنا بنسميها ايه؟ التعنيع او الدوسنتاريا. بتبقى ممكن تبقى مدممة. طبعا هي شكلها مميز زي ما احنا شايفين، بيكون عندها تو نيوكليوس، وحوالين كل نيوكليوس في ساكنج ديسك او اديسيف ديسك. تمام. تو نيوكليوس، فعندها يكون سنترال اكزوستايل، بيكون شكلها بير شيب، شكلها كوميتري، و عندها زي ما احنا شايفين قلنا تو نيوكليوس و الاكزوستايل اللي موجود في النص اكزوستايل. تمام. والفلاجيلا بيكونوا زي ما احنا شايفين بيكونوا 8 النمبر. المورفولوجي هوت باي لاترالي سيمتريكال بايروفورم ويز تو نيوكلياي تو اكزوستايل تو ويل ديفلوب سكند ديسك اللي هو الاديزف او سكند ديسك. تمام. و 8 فلاجيلا و سيستس ار فورمد، عندها ممكن بتكون لنا سيست وده مهم. الوحيده اللي ما كونتش سيست لحد دلوقتي مين؟ تراكومنس فيتس كونفكس دورسالي اند كونكيف اور فلاتند فينترالي. تمام. ترانسميشن باي انجيشن اوف سيستس فروم فيكال كونتامينيشن. السيمبتومز فاري فروم اسيمبتوماتيك تو دايريه ديهايدريشن انتستينال بين اند ويت لوس. There may be large amount of mucus in the feces but no blood. ناخد بالنا بقى but ايه؟ no blood. يبقى في التعنيع او الديزونتاريا اللي هتحصل هيبقى ما فيهاش دم، فبالتالي ده هيبقى انه ممكن تكون ساين للجارديوزيس. بينما في انتاميبيوزيس اللي احنا هناخدها كمان شوية هيكون في with blood. الباثوجينيسيس دايريا ديزنتري with diagnosis demonstration of trophozoite and cysts in the feces. التريتمنت بالمتري
بالميترونيدازول او بالميتروميدازول، ده اللي هو الفلاجيل اللي موجود في الصيدلية. ونعمل sanitation is very important, dogs and cats serve as reservoir host. تمام، فهذا اللايف سايكل اللي احنا دايما خارج الجسم بيكون assisted، بتكون insisted وبيكون عندها 4 نيوكلياي، والفلاجيلا بتكون موجودة داخل ده في الاكسوجينوس. تمام، في الاكسوجينوس خارج الجسم، اول ما بيحصل لها انجيشن يعني بيحصل contamination بيتحول لتروفوزويت يوجوالي ان ذا ديودنم، ودي التروفوزويت نفس الكلام سواء كان جاردا كانز في الدوج او كاتي في الكات او بوفز او كابري في الجوت او جاردا لامبيريا في الهومن. هتخش جوه الانتستين يحصل لها ديفلوبمنت وتعمل لنا المشاكل، وبعدين يحصل لها انسيستيشن ليتر. وده شكلها زي ما اتفقنا، المورفولوجي بتاعها بيكون عندها 8 فلاجيلا. تمام، وعندها 2 نيوكلياي surrounded by sucking disc و central axostyle، وشكلها من الجنب بتكون كونكيف زي ما احنا شايفين، وتحت الميكروسكوب شفناها في المعمل بالمنظر ده. طيب بعد كده هناخد ايه؟ الهستومنس. خدنا الهكزاميتا وهناخد الهستومنس. دي الهستومنس ميلي جريدس، دي من اهم الاشياء اللي افكت التركي ومعرفتها بيكون سهل. دي occurs in the liver and ceca of turkeys, chicken, quail, pheasant, beef fowl والبارتريج فاول. السيريس ديزيز اوف تركي، بالذات للتركي بالذات للرومي، ده مشكله كبيره وكلنا لازم نبقى عارفينها، ان هي كوزنج ا ديزيز نون از هيستومنياسيس او انتيرو هيباتايتس، انها افكت على الانتستون والليفر، اور بلاك هيد ديزيز. يبقى دي جزء ممكن يجي لك في الاسئله، بلاك هيد ديزيز از كوزد باي هيستومناس ميليجريدس ولا هيكزاميتا ميليجريدس. يبقى البلاك هيد ديزيز هيكون مع الهيستومناس. تمام، بينما التانية الهيكزاميتا بتعمل كتارة الانترايتس. طيب المورفولوجي بتاعها بوليمورفيك، يعني اشكال، لا اشكال كتير، من 8 ل 15 مايكرومتر in diameter. it has 1 ل 4 فلاجيلا، ده اللي هو السيكل فورم، 1 نيوكلس and large endosome. تمام، no axostyle, no endolytic membrane, cysts are not formed. يبقى ما فيش، ما بتعملش cyst اللي هي الاستومرس. والريبرودكشن بتاعها عن طريق الباينري فيجن. In the liver and cecal tissue they are actively employed with blunt rounded pseudobodia no flagella. طيب خدنا بالنا ان في شكل بنلاقيه في السيكل، فبنسميه سيكل فورم، اللي هو بيكون عنده فلاجيلا. تمام، وهي اصلا عندها 1 نيوكلاس لارج اندوسوم، ولكن لما بنلاقيها في الليفر وفي داخل التيشوز دي في اللومن، او بيسموها لومينال فورم، اللي هي اللي يكون فيها ايه؟ فلاجيل. لكن تكون داخل التيشو في السيكل تيشو او في الليفر هيكون اميبويد فورم، يعني وزاوت ايه؟ فلاجيل. عشان كده قلنا عليها بوليمورفيك، متعدده الاشكال. may occur in singly or cluster. الترانسميشن ان الانفكشن از ايذر دايركت باي انجيشن اوف انفكتد فيسز اور اندايركتلي ثرو انجيشن اوف انفكتد تراكس اكس. ناخد بالنا من الحته دي بقى، هتراكس اكس اور انفكتد ايرث وورمز. الهتراكس هنا ار سيكال وورمز، احنا خدناها في الترم الاولاني. والهستومناس ار اتراكتد باي ديفلوبينج هتراكس اوفا، يعني الهستومناس الورم هنا بتتغذى على الفيسز فبتاخد الانفكشن، والهستومناس بتاعتي اليوترس، والاجز بتخرج معاها، الاجز بتاعت الهتراكس اللي احنا كنا زمان بنقول ايه؟ هتراكس جاليني في السيكا مخبيني. الهتراكس ديت هتبقى هتنزل اجز انفكتد ويز هستومناس ميليجريدس. تمام، الهستومناس هتبقى انكلوزد باي ذا ايج شيل،
والإيرث وورم كان ترانسميت تراكس إيجز ويز هستومونس، تمام، اللي هو الطعم والدود بتاع الأرض ده الفرخة هتاكله بيكون في معاه الهتراكس إيجز ويكون معاه الهستومونس، تمام. يبقى ده نقطة مهمة، يبقى ده معناه ان انا لازم اعالج الديدان وافحص التركي او الفراخ لقيت عندها تراكس جالين، يبقى في ممكن يكون حصل لها هستومنس ميلي جريدس انفكشن وتعملها بلاك هيد ديزيز، وده من الحاجات الخطيرة اللي بتواجه مزارع الروم. الابدوميولوجي بتاع الشيكن ار امبورتانت ريزرفوارز مي كاري ذا اورجانيزم وزاوت ساينس، دي مين؟ الفراخ، وخاصة الفراخ بتكون انفكتد بالهتراكس جالين. الانفكتد هتراكس اكس مي سيرفايف ان سويل فور 1 to 2 years. الارث وورمز مي هاربر هتراكس اكس ويز هيستومونس فور لونج بيريود، تمام. في عندنا مشكلتين، عندنا الشيكن هيبقى كارير وافكتد باي تراكس جالين، والتراكس جالين نفسها بتقعد مدة طويلة في الفرشة او في الارض، والارث وورم اللي موجودة في الارض تاخد الهتراكس جليني اكز معاها الهستومونس وتعدي بيها طبعا الفراخ الرومي او الفراخ العادية، اول ما بتشوف طعمة او ارث وورم ماشية بتاكلها يعني بتاخد معاها ايه الهتراكس اكز وهتاخد معاها الهستومونس. السيمتومز بقى الكومب اند واتل العرف والدلايه بتاعت الديك الروم اللي بيبقى لونها احمر وجميل ديت مي بيكام سيانوتيك، هتبقى لونها ازرق اور بلاك لما الفرخ بيجي لنا العياده بنلاقي فعلا وشه اسود، والست نفسها بتبقى ملاحظه ان وشه اسود. سلفر يولو دروبنج الفيسز بتاعه بيبقى زي الاصفر بتاع الكبريت، اصفر الكبريت ده بيكون اصفر فاقع قوي. والفنت سميرت ويز سلفر يولو فيسز، الفنت اللي فتحت الشرج بتكون سميرد ويز سلفر يولو فيسز او دروبنجز. رافلد فيزر الفرخ بيبقى كاشش وموقف ريش، لوس اوف ابيتايت ما بياكلش، كل الحاجات دي هيقولها لك صاحب المزرعه. الباثوجينيزيس تشيكنز ار ريزيستنت ان ذا ليفر كاركترستيك ار سيركلر ديبريست يولوش areas of necrosis، تمام، هنلاقي بطش صفرة من النكروزز. the various sizes of a 50 cent or يعني زي ايه، عارف انت الشيلن الصغير كده او البريزة او الساغ زمان، يعني دايرة صغيرة في حدود زي الزرار بتاع القميص الصغير كده، زرار القميص او اكبر منه شوية، 1-3 سنتي. اوكي، دي ده القصد من الجملة دي. الباثوجنومونيك ليجونز ذا سيكا ulceration اند necrosis اوف سيكال وول which become thickened containing yellowish caseous exudate. fetal disease of young turkeys 3-12 week of eggs losses 50. طبعا في دي كلها انا هسألكم على ايه يا جماعة لما اجي في الامتحان، هقول لكم ايه هستومنس ميلي جريديس، تمام، افكت ايه التركز انتستين وليفر، تمام، او سيكم وليفر. الترانسميشن يبقى انا هنا اسالك على السبيشيز، مين اللي بيسبب البلاك هيد ديزيز؟ بلاك هيد ديزيز از كوزد باي، واحط لك هتبقى هستومنس ميلي جريديس، او هستومنس ميلي جريديس از كوزنج، واحط لك سيانوزد هيد ولا بلاك هيد ولا وايت هيد ديزيز الى اخره، فانت تختار بلاك هيد ديزيز او اقول لك العكس، تمام. النقطه الثانيه تراكس جاليني از بلينج تراكس اكس از بلينج رول ان ترانسميشن اوف، اقول لك هيستومونس ميليجريديس ولا هيكساميتا ميليجريديس ولا ترايكومونس فيتاس مثلا، تمام. فنبقى مركزين، دي اللي هناخده كمعلومه من الموضوع ده. هقول لك هي ممكن اقول لك الهستومنس ميلي جريدس هاز ايه بوليمورفيك مثلا في الليفر از اميبك فورم ولا فلاجيليت فورم، فانت تبقى عارف ان هي اميبك فورم وزود فلاجيلا. ده الاجزاء المهمه في الموضوع.
طيب، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، ان بيكون عندها في فري فلاجيل اللي هو ديت اللي بيسموها اللومينال، او بتكون في السيكم او بتكون اميبك نون فلاجيليتد في التيشو. تمام، الدياجنوز بتاعتها بيكون عن طريق الكلينيكال ساينس، والسالفر يورو دروبنج از فيري سجستيف، والباثولوجيكال ليجنز نيكروتيك ليجنز ان ذا ليفر اند سيكم، هيستولوجيكال اكزامينشن اوف ذا ليفر سيكال سيكشن اند فايندينج اورجانيزم. تريتمنت برضه الفيروزيدون اللي هو النفتين، والبريفنشن دونت تريز تركز ويز تشيكن، لان قلنا التشيكن ايه ريزيستنت، تريز تركز اون واير فلور، يعني تحطوها على فقفاص وحاجات سلك علشان خاطر الدروبنج بتاعها ما تاخدوش، وفي نفس الوقت يبقى انا بعدت عن الايرث وورم، بعدت عن الهتراكس ايجز. ريموف دروبنجز ريجولارلي، اليفيتد ووترز اند فيدرز، كونتينوس ميديكيشن ويز فيد ويز ذا ابوف ثيرابيوتيك ايجنت. تمام، طيب ناخد بقى الاميبا. الاميبا most amoebas are harmless free living organism, but a few species are parasitic and some are important parasites of man. انت اميبا هيستولوجيكا most important to man, third most common cause of parasitic death in the world. يعني اشهر او السبب الثالث للموت بسبب الطفيليات. ففي عندنا 100,000 حالة وفاة في العالم سنويا، often associated with war refugees اللي هي الظروف المعيشية اللي بتبقى صعبة فيها الزحام وفيها bad hygienic condition. طيب، ودي طبعا الانتاميبا هنا والاميبا، احنا خدنا الجزء اللي فات كله كان اسمه السجن، المحاضرة بتاعتنا اسمها ساركوماستوجوفرا، وده الجزء الرابع بتاعها. فاخدنا الماستوجوفرا كل اللي فات ده اللي هو كانت عبارة عن التريبانسوما والليشمانيا، ومعها خدنا الترايكومناس والهكساميتا والهستومناس والجياردية الى اخره، خدنا كل الكلام ده. كل ده كان ايه؟ كان الماستوجوفرا، الماستوجوفورا. دلوقتي هناخد اللي هو الساركوداينا اللي هو جزء من الساركو ماستوجوفورا. احنا خدنا الماستوجوفورا، دلوقتي الساركوداينا. الساركوداينا ديت اللي هي اللحميات. اللحميات يعني من صفاتها هوت ان هي موف باي مينز اوف سودوبوديا، موفز باي سودوبوديا، اقدام كاذبه. السيتوبلازم ديستينكتلي ديفرنشيتد انتو اكتوبلازم واندوبلازم. تمام، الريبرودكشن بالباينري فيجن. تمام، النيوتريشن از هولوزويك فيد اون بكتيريا بروتوزوا اند سام ميتازوا. المهمين فيهم الفاميلي اميبوديدي، فاميلي اموبيديدي، فري ليفنج اميبا، اوكير ان ستاجننت ووتر بولز سويل كانلز، سام بيكام باثوجينيك. والنيوجليريا، نيوجليريا فاوليري ديت مهمه في الانسان، والاكانثوميبا والاكانثاميبا كالبرتسوني كوز اميبك مينينجو انسفالايتس مان مايس مونكي. عشان كده، عشان النيوجليريا دهيت والاكانثاميبا كالبرتسوني، ممنوع نشرب الميه اللي في اللي هي في مناطق الراكدة، مياه راكدة، مياه الانهار، الكلام ده كله، مياه الامطار ممكن نلاقي فيها انفكشن بالبتاع ديت بالنيجليريا فاوليري. الروت اوف انفكشن انترا نيزلي. طيب، الفاميلي اندو اموبيدي. يبقى في عندنا فاميلي اموبيدي وفاميلي اند اموبيدي. الاند اموبيدي ديت كونتينز بارازيتك اميبا which occur in the digestive tract of vertebrates and invertebrates multiply by binary vision. طيب، النيوكليوس was well نيوكليوس was well defined small endosome اللي هو النيوكليولس. الاند اميبا occurs in the invertebrate animal
السيس بتبقى من 1 to 8 نيوكلياي حسب السبيشيز. انت ميبي سبيشيز ميبي ديفايدد انتو 4 جروبز اكوردنج تو مورفولوجي اوف ماتيور سيست. لو السيس دي عندها 8 نيوكلياي تبقى ديت انتاميبا كولاي، لو عندها السيس دي عندها 4 نيوكلياي تبقى دي انتاميبا سورك، لو 1 نيوكلياي تبقى انتاميبا بوفيز. سيس ويز ان نون نمبر اوف نيوكلياي زي انتاميبا جينجيفاليز اللي بتبقى موجوده في الجم. طيب الانتاميبا هيستولوتيك يا جماعه ديت امبورتنت باثوجين كوزنج اميبيك ديسنتري ان مان اند مونكيز اوكير سام تايمز ان دوجز ريلي ان كاتس اند بيجز. دي اللي احنا اللي هي اميبيك ديسنتري، هنا بيكون في بريفيوز دهريه في ميوكس وبلاد على عكس الجاردة لما قلنا بيكون في ميوكس بس. المورفولوجي اكتف تروفوزويت ستيج رينجز فروم 10 ل 60 مايكرونز ان دايمتر بروديوسز لونج فينجر لايك سودوبوديا اندوبلازم كونتين فود فاكيول. شوف هنا فود الهيستوليتيكا نربطها معاها فود فاكيول. الفود فاكيول بيكون فيه ار بي سيز وايت بلاد سيلز والتيشو سيلز لانها اصلا بتتغذى على التيشوز فعشان كده باثوجينيك. السيس ار سفيريكال رينجينج فروم 5 ل 20 مايكرونز ان دايمتر. السيس ار انيشيالي يوني نيوكليات بات فاينالي بيكام تترا نيوكليات ويز كروماتويد بادلز اند جلايكوجين فاكيولز. اللايف سايكل بتاعتها ان ذا تروفوزويد اكتف ستيج. التروفوزويد هنا احنا عندنا دايما نفرق ان في عندنا حاجه اسمها تروفوزويد او فيجيتيف فورم او اكتف ستيج ملتبلايز باي باينري فيجن، وفي عندنا ستيج تانية بيسموها سيست. تمام، وهنا الاكتف ستيج ملتبلايز باي باينري فيجن ان ذا انتستينال تراكت اند ليفر اوف ذا هوست ليتر زي بيكام سلاجش سيست ان ذا فيد اند ستارت تو انسيست. Cystic forms are passed out with the feces of the host. The stages are pericystic uninucleate cyst. يعني شوف هنا uninucleate cyst أو binucleate cyst، هنا cyst بتاعت أو tetranucleate cyst ده هنا الشكل الكومن للcyst بتاعت الانتاميبا هيستولوتيك. ألاقي واحد ألاقي اثنين ألاقي أربعة. The latter represents the mature and only infective form. Upon ingestion بعد اللي بيحصل الانجيشن ده تترا نيوكليت سيست ان سيستس ان ذا سمول اكزيستس. هنا دي معناها دي هنا مطلوب المفروض ان هي اكزيستس يعني تخرج ان ذا سمول انتستين او لارج انتستين. بعدين هيحصل لها ديفيجن كتير وتدينا اليانج 8 نيوكليت اميبا لارج انتستين جرو، وتبقى بعد كده هتكون لنا اللي هو الاكتف ستيج اللي هيحصل لها ديفلوبمنت داخل انتستين و لارج انتستين. زي ما احنا شايفين هذا السيست هتخش جوه الانتستين هتنقسم وتدينا 8 لانها 8 اميبا، والاميبا ديت هتكبر ويبقى عندها سودوبوديا وعندها 1 نيوكلس وسنترال اندوسوم او النيوكليولس وهكذا يحصل لها سيستيشن تاني تتكون لها سيست او هتروح الافكتد اورجان هنا هتبقى اللنج والليفر والانتستين. طيب الباثوجينيسيس اند كلينيكال ساينس اونلي ذا لارج فورم اوف انتاميبا هيستولوتيكا از باثوجينيك سمول فورمز ار نون باثوجينيك. تيشو بينتريشن از بروت اباوت باي لايس اوف انتستينال ابيثيليوم باي بروتيلوتيك انزيم تريبسين بيبسين. هي يعني هي عندها بروتيلوتيك انزيمز تمام، وبالتالي هتعمل بنتريشن للانتستينال ابيثيليوم. فولونج تيشو انفيجن ذا اميبا ملتبلاي فورمينج كولونيز اللي هي الاميبا ملتبلاي فورمينج كولونيز وبنتريت ديبر ان تو ريتش السب ميكوزا اند فاينالي بروديوس السرز يوجوالي ان ذا سيكم اند كولن. ودي اخطر جزء فيها ان هي تعمل انتاميبا هيستولوتيكا بتعمل ايه السرز. يبقى انا هنا اعمل لك ايه، ممكن اجيب لك اقول لك صح ولا غلط، اقول لك انتاميبا از ليفنج فريلي ان ذا انتستينال لومين جوزنج از ليس باثوجينيك اند ليفنج فري ان فريلي ان ذا انتستينال لومين. ده غلط. هي بتعمل، او ممكن اقول لك الجمله تاني، انتاميبا هيستولوتيكا از كوزنج از باثوجينيك كوزنج سيكل اند كولون السرز. تمام، فتقول لي صح او غلط.
طيب there is usually enteritis, diarrhea with persistent dysentery. نركز بقى هنا عكس الجارد, في enteritis يعني diarrhea اشوفها بعناية, كلمة enteritis دي ان انا الاقي في diarrhea على الهيومن, وفي persistent dysentery frequent attempts to defecate with straining also mucus and blood. دي مين؟ تبقى الانتاميبا هيستوتيك. والابير ان ذا فيسز اميبا may enter the lymphatic vessel and mesenteric venues and invade other tissues of the body particularly the liver, lung, brain and skin producing amoebic abscesses. epidemiology عندنا الايه الانتاميبا هيستولوتيكا is primarily parasite of man human infection is by ingestion of mature tetranucleate cyst. التروفوزويت اللي هو الاكتف فورم او الفيجيتيف فورم may survive in water at room temperature for five weeks. cysts are transmitted through contaminated food or water, vegetables and so on. عشان كده لازم نغسل الخضار ونغسل الفاكهة كويس قبل الاستهلاك. الدياجنوزيس بندور على cysts and trophozoid in the feces of the affected man. Stain with hematoxylin flotation technique using zinc sulfate solution. ده هناخده في التدريب ان شاء الله او في العملي, هتعرفوا ان في حاجة عشان نفحص البراز يا اما بنعمل حاجة اسمها flotation technique بنستخدم محلول ملح او زنك سلفيت, فبالتالي كل سيست هتعوم معانا ونفحصها تحت الميكروسكوب. الكلينيكال ساينس دي برضو جزء من التشخيص, بريزيستنت دايريا وديزنتري ويز اور وزاوت ميوكاس بس بلاد ان فيسز. فلورسنت انتي بودي تكنيك ده برضو طريقه من طرق التشخيص. التريتمنت هنا بالايتو تاميد او نيمورازول او فيموجيلين اللي هو فلاجنتيل او تيندازول اللي هو فيسجين او المهم المترونيدازولز كلها اللي انتوا المترونيدازولز اللي هو الفلاجيل والاخر والفيروزيدون والتتراسايكلينز حاجات المتاحه في الصيدليه البشري. والكنترول نعمل جود سانيتيشن بروبر سويج ديسبوزال بيرسونال هايجين افويد فيكال كونتامينيشن ان اند اوف فود اند ووتر. طيب الاذر سبيشيز اللي هي النون باثوجينيك انتاميبا كولاي انتاميبا كانيباكاليس كاني باكاليز انتاميبا كولاي دي موجوده في الكولون والسيكا بتاع الهيومن والمانك والدوجز والبريكس, وانتاميبا كاني باكاليز ماوس ودوج كاني باكاليز باكال اللي هو ماوس وكاني يعني دوجز, يبقى كاني باكاليز موجوده في الماوس بتاع الدوج. انتاميبا سيوز دايجست تراكت اوف بيج انتاميبا بوفيس دايجست تراكت اوف كاتل انتاميبا باباليز ديت او دلماني ده جزء تراكت اوف كاربا ونوع من انواع الابقار البريه يعني تمام. وانتاميبا اوفيس ده جزء تراكت اوف شيب وجنجيفاليز موجوده في الماوس بتاع المان والدوج دي بتعمل تسوس اسنان. انتاميبا اكواي في الهورسيكا مكولن ميوريس في الرات كافي في الجينيا باكس كانكويلاي في الرابت. اختارهم هنا او نركز في اسمائهم هو انتاميبا جنجيفاليز وانتاميبا كولاي هما دمت وانتاميبا بوفيز هما دمت اللي ناخدهم من المجموعه ديت. فانا ممكن ارصهم لك واقول لك هل هما باثوجينيك او نان باثوجينيك في السؤال. الاشكال بتاعتهم زي ما احنا شايفين الاشكال بتاعتهم سواء كانت الانتاميبا هيستوتيكا بيكون فيها النيوكليس بتاعتها والاندوسوم بيكون سنترال والسيست بتاعتها بيكون واحد او اتنين او اربعه نيوكليس. الانتاميبا هارتماني بتبقى اصغر في الحجم دي افكت الهيومن برضو. والانتاميبا كولاي بيكون النيوكليولاس بتاعها بيكون اكسنتريك والسيست بيكون مالتيبل بتكون 8 من 4 ل 8 نيوكلياي وكل واحدة فيهم عندها النيوكليولاس بيكون اكسنتريك نفس الشيء. وانتاميبا بوليكيلي وانتاميبا نانا وانتاميبا تسيلو فراجيلس كل دمت افكت الهيومن اشكال مختلفة للحاجات الافكت هيومن. تحت الميكروسكوب دي الانتاميبا هيستوتيكا بلاقي فيه اهم حاجة النيوكليولاس بتاعتها النيوكليولاس بيكون داخل النيوكليولاس بيكون سنترال والسيست بتاعتها بتكون فيها 1 نيوكليولاس او 2 او 4
وانت يبقى والسيست نفس الشيء بالنسبه لل دي ماتيور سيست ودي لارج او ماتيور سيست. الانتاميبا كولاي قلنا الاندوسوم او النيوكليولاس بتاعها بيكون موجود في البريفري او اكسنتريك، والسيست بتاعتها بيكون فيها 8 او اكتر من 4 نيوكليوي. شكرا. وكده تكون الساركوماستوجوفرا عبارة عن 4 اجزاء خلصتهم، وتحاولوا تذاكرهم كلهم مع بعض ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.